طيب يعني خلينا نبدا بانه النهارده يعني او يعني اليومين دول في ذكرى مذبحه ربعه والنهضه وانت فرنسي. لا اظن يعني لا اظن انك مسلم يعني. لا لست مسلم. عشت عندكم فاصبحت مسلم اجتماعيا لكن يعني عايز اقول لا يعني هذه المجزره لا تخصك من ناحيه العقيده. طبعا. يعني ما هو تعليقك على هذه المجزرة وكيف رأيتها؟ اسمحوا لي اولا ان اشكركم لهذه الدعوة. اسمحوا لي ابدا بكلام استفزازي شوية فدل. واقول ان هذه المجزرة افضل من ما اللي حدث سابقا، لما في سنة 82 لما ذبح اكثر من 1000 سجناء حافظ أسد سوريا. صوت المجزرة لم يصل إلى رأي العام خارج، لم يغادر، يخرج من السجن. لما ذبح ألوف من المواطنين في مدينة حما، يعني انتظر العالم كي يعرف عدة سنوات. في ليبيا في سنة 1996 قتلت 1300 سجناء ولا أحد سمع عنه قبل 5 سنين تقريبا. لكن بالإضافة إلى هذا اللي حدث في أوائل التسعينات في الجزائر، كان النظام يموت يسبح ألوف من المواطنين، والجمهور الرأي العام الغربي والنظام كان يحمل مسؤولية المذبحة على الضحية. فكنا يعني خارج الجزائر كنا نفتكر أن الضحية هم مسؤولين عن العنف. فاللي حدث في مصر شيء بشع، رمز من رموز تاريخ هذه المنطقة، اللي هو رمز صفحة التاريخ التي سمعت الربيع العربي، رمز عنف الفاعلين المسؤولين عن المجزرة. ولكن أنا سوف أركز على رمز عدد من الخيانات. كل الأطراف الذين سمحوا أن يتم المجزرة وأيدوا، تحلفوا، سكتوا، ما تدخلوا، لم يقاوم هذا المجزرة، هم من المصريين أولا. لما كان العسكر يموتون الناس، يعني المؤسسة الأمنية تقتل الناس في الميدان، الشعب العادي ما لم يفعل شيء، لم يتدخل، لم يقاوم ولا شيء. من كل انتماءات سياسية، من اليسار، من رموز اليسار المصري إلى حزب النور، التيار الإسلامي مرورا بعدد من الأقباط مثلا. فخيانات مصرية، خيانات عربية في المشهد العربي، من اللي تدخل إلا بالكلام؟ ولا الحكام ولا الأحزاب السياسية، المجتمعات المدنية. ثم ولا شك في ذلك، إذا مهم جدا، أيدوا، تحلفوا مسؤولين هذه المجزرة من الغربيين، من الحكام. يعني انت عايز تدين المثقفين او النخبة المصرية وايضا العربية وايضا العالمية ممن شارك او تحالف او صمت حتى عن هذه المجزرة. حتى الان ناخذ مثل من الامريكان، رفضوا ان يستعملوا تسمية الانقلاب العسكري عشان الانقلاب العسكري كان اذا تشير الى انقلاب عسكري في نتائج قانونيه في فاذا نلخص نقول ان هناك رمز من رموز عنف، قسوه الثوره المضاده بعد الرابع، رمز بمثل رمز 4 يناير 2011 لما استشهد محمد بوعزيزي في تونس. تاريخ كبير في فترة العالم، تاريخ أسود. طيب.